بالنسبة للفريق النصراوي، وأيضا من سجل الأهداف يمكن أكثرها ما يقال اليوم هاتريك وهو يلعب في خط الهجوم. أول شيء الحمد لله على كل حال، الفوز هو للنصر وليس لمايقا وليس هزازي وليس لسهلاوي، فوز هو للنصر في النهاية. هذا فوز الحمد لله، إن شاء الله أعطينا دافع. الكل أخذ درس من اللي فات، من اللاعبين، من الاحتياط، من الجميع. الآن بدأ الموسم، النصر والله الحمد بداية قوية، مايقا اللي مسجل مرة جاية، سجل هزازي، سجل سهلاوي. المصلحة للنصر هي اللي حتصير إن شاء الله في النهاية. نايف، لما نتكلم عن متغيرات كثيرة حدثت في الفريق النصراوي، يمكن كانت التدريبات مغلقة، حضور الأمير فيصل بن تركي، أيضا حديث كثيرة على الجهاز الفني، ما الذي دار وأحدث هذا التغير في هالمباراة؟ والله يمكن والله الحمد يعني بقيادة الأمير فيصل بن تركي، يعني عرف كيف يلم الفريق في فترة بسيطة. لا الحمد، كنا نحتاج فترة التوقف اللي فاتت احتاجها النصر، وعاد النصر الآن الحمد لله. يمكن صرحت من قبل قلت النصر لو عاد فهي مشكلة للجميع، يعني في لحظة في وقت بسيط عاد النصر، يعني بغض النظر عن العام وقبل العام، ما شاء الله النصر والله الحمد في الصدارة دائما. السنة هذه الأرض اللي بالصدارة في كل المنافسات إن شاء الله. طيب أخيرا، النتيجة هذه تعكس واقع الفني لفريق النصراوي لقوة الفريق، أم لأن النهضة فريق يعني أقل إمكانيات من نادي النصر يلعب في دوري درجة الأولى؟ والله بالعكس، النهضة كان حاضر في الموسم اللي فات، ليس تقليل من نادي النهضة، لكن هو صراحة حصاد النصر في هذه المباراة، الكل اجتهد، كل أعطى، ما أقول إلا الحمد لله. نادي الفوز هذا الجمهور الغالي، جمهور النصر، اللي إن شاء الله نحتاجه بقوة الفترة في الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا كابتن. شكرا. شكرا لنايف هزازي. أيضا حديث آخر للكابتن عبد العزيز الذيابي صاحب الهدف الوحيد لنادي النهضة في هذه المباراة. كابتن هارد لك الخسارة، بس سجلت في هدف أمام فريقك السابق نادي النصر، اليوم نتيجة طبيعية هالخسارة؟